أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نوافيكم بهاته النشرية الجوية العاجلة لتساقط الأمطار غزيرة معتبرة. هذا الجمعة التاسع عشر من شهر مارس ألفين وواحد وعشرين. إذا متابعينا كلام الأمطار ستكون غزيرة معتبرة ستكون رعدية مع تساقط لحبات البرد الذي سيكون وارد بإذن الله تعالى. وهذا طيلة يوم الجمعة من الفترة الصباحية للفترة الفترة المسائية إذا الأمطار قد تفوق الخمسين ملم في بعض المناطق والبداية بالفترة الصباحية الجزائر العاصمة بالإضافة إلى بومردة تزي وزوبيجاية جيجي لسكيك عنابة عن والطارة بالإضافة إلى سوق هراس قالما ميلا سطيف برج بار رجل، بالإضافة إلى المسيلة ولاية الجلفة ولاية الأغواط ولاية المسيلة ولاية بسكرة ولاية باتنا خنشلة وجبسة وأم البواقي الأمطار ستكون معتبرة أيضا في الفترة المسائية وستكون قويه جدا ستشمل مناطق الاوراس ولايه باتنا جنوب ولايه سطيف ولايه المسيله قد تنتقل الى ولايه ميلا ولايه قسنطينه بالاضافه الى ولايه الطارف عنابة وسكيكدا وجيجل وبجايه إذن كل هذه المناطق معنيه بامطار معتبره جدا كل الحيطة والحذر متابعينا كرام الخير مازال قادم طيلة الأسبوع المقبل أجواء ستكون باردة شتوية بامتياز أكثر من الاستغفار والدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته